مين؟ خرج أبو زيد. وانت اسمك ايه؟ شربيني أبو خطوة. شربيني مين؟ أبو خطوة. الاثنين دول اعترفوا بحرق المصنع. أيوة. وصورتوا الاعتراف؟ والشريط موجود. انتوا صورتوا اعترافات ناس كدابين. تعال يا دكتور، هو هنا. فين بيت الشركة اللي معاكم؟ احنا ملناش شركة. احنا الاثنين بس. فتحي فين؟ هو رشوان. دول انت يا واد هو اتكلم. فتحي سافر عند امه في المنوفيه، ورشوان هرب على اسكندريه. التصوير ده لازم يتعاد من تاني، قصدي التحقيق لازم يتعاد من تاني. اسامي الاثنين التانيين ايه بالكامل يا حسن؟ في الحقيقه انا كسرت اسالهم اصلي في الحلم. اوصافهم ايه يا حسن؟ كانوا واقفين في الضلمه. السلام عليكم. التحقيق في حريق المصنع تاني مرة. يبقى سلم لي على كل الاخوة اللي عندكم وحياتك، ها؟ وسلم لي على سيادة اللواء كتير. مع السلامة. ألف حمد لله بالسلامة أبو علي. إيه الأخبار؟ أخبار زي الزفت على دماغك، كله من تحت راسك. ليه كف الله الشر؟ القهوة بتاعتك ما بقتش أمانة يا معلم. إيه؟ كل كلمة بتتقال جوه القهوة بتوصل لهم، حتى كركرة الجوزة والبواري. القهوة بتاعتك مترشقة ميكروفونات. ميكروفونات؟ أيوة، ميكروفونات، ميكروفونات سرية كمان. خبر أشوح ده، على كده بقى أسرارنا كلها بره ومفضوحين. ميكروفونات، ميكروفونات سرية. يلا أخويا هو، يلا يلا شطبني. يلا حبيبي شطبني. يلا تشطيب، هات مربى. هيكون عمل ايه؟ هيكون عمل ايه؟ ما تروح عمره خايب وانت خير منه، بدل ما يقعد معاك في المحل هنا يروح يلبس مع الحكومه بره. انت مالك انت يا حشري؟ هو انت حاشر نفسك بكل حاجه؟ والله انت راجل فاشل يا اخي. انت راجل غبي. انا غبي؟ والله انت ظهور يا اخي، ده انت راسخ. الله 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 الله. الساعة 10:30 بالليل. 10:30 بالظبط. أبيض. إيه يا فندم؟ زي الفل. لسه حسن بهلول شايل سيادتك؟ أتكل على الله وأروح أنا. مع السلامة يا حسن. أنا عايزك تشوف لي واحد من المشايخ علشان أستشيره في حكاية الحلم ده. خلاص أخذ أمرك. وعايزك تراقب حسن بهلول بنفسك. السلام عليكم. أعتبر المهمة اتنفذت يا فندم. اتعودت من البيت مش هجوزك. ويعوضني خير ربنا في الشبكة. كاتب ثمنها عندكم؟ اه انا قلت كده. طب وايه اللي رجعك يا ضناير؟ ايه عملت حسبتك من اول وجديد؟ لقيت ليك باقي جاي تاكل بيك؟ جرى ايه يا ماما؟ لا ما هو لازم نعرف راسنا فين ورجلينا فين. ما هي باينه زي الشمس. الراس تحت والرجلين فوق. اتجوز ازاي وانا من غير شغل ومن غير بيت؟ مش وقته، مش وقته يا ماما. اسكت انت، عمرك يا ضنايا ما هتلاقي وظيفه بسبب السابقه اللي عندك، ما فيش قدامك الا التجاره. حسن عمر ما حب التجاره. وفريدي حبيت التجاره، اتاجر ازاي وانا من غير راس مال؟ ولا اقف في الشارع اقول انا تاجر، تقوم الناس تيجي مداني فلوس على طول. ده ايه يا ابني؟ في ايه؟ هو انت يعني لازم تبتدي كبير؟ طيب خلاص، انا اسرح بنفترين بالي في الترميات.
اقول لك انا بيع مناديل ورق في اشارات المرور. طب اسمع، انت ليك عندي مشروع. وفري مشاريعك دي ليك، انا ماليش فيها. تلامذة الحلاقين كلها فيك يا ابن بهناتي. هتقول لي بهناسي والحلاقين، مالهم الحلاقين؟ اكل اكل ولا امشي؟ لا ما تمشيش يا حسن ماما. اكل ولا امشي انا؟ انا ما امشي بقى. شوف يا اخ معتصم. ايوه يا سياده اللواء، قصدي يا سيدنا الشيخ. الفرق بين الحلم والرؤيه، الرؤى من الله سبحانه وتعالى يختص بها الانبياء وعباد الصالحين، اما الحلم فهو من فعل الشيطان الرجيم. افهم من كده ان الرؤيه ممكن تتحقق؟ طبعا، فهي من الله سبحانه وتعالى. طب والحلم؟ لا يتحقق فانه من فعل الشيطان الرجيم. شكرا يا مولانا. الشكر لله. شفت؟ أظن اللي عمله حسن بهلول في مكتبي لا يمكن يكون وثيق الصلة بالله، ولا يمكن يكون الحلم بتاعه رؤية مباركة. هو عمل إيه بالظبط؟ ارتكب فعل شيطان يا مولانا. هنكسب يعني هنكسب، خلي قلبك جامد. ما تخافش ازاي واحنا ورانا مخبر. مخبر؟ فين؟ اتحرك على طول. يا مخبر ازرق ده تعب يا عيني. ضاع. انا عايز اعرف بقى زومها ايه قله الادب دي؟ طب ده راجل زملكاوي، ايه اللي معاده من درجات الاهلاويه؟ وريد قاعد في حاله، عامل ايه الادب وعلى النادي الاهلي كمان؟ ليه يا كابتن كده يا كابتن؟ ليه التعصب ده؟ ما تخلي قلبك ابيض زي الفلانه بتاعتك ولا ايه يا كابتن؟ قوم الهنا. بتقول ايه يا علي؟ المصنع اتحرق واللي كان يبقى كان لزومه ايه اللي احنا عملناه ده؟ معلش المره دي خابت، المره جايه الصيف ولسه في مره ثانيه؟ مش ورانا حاجه؟ يلا بينا. لا تعالى الراجل. ايه الصدف السعيدة دي؟ هو انتوا بتركبوا الترماي زينا برضو؟ تذاكر يا استاذ بوليس. تذاكر يا محترم. بقالك ساعة ونص بتلف في الترمايات، يا ترى ليه يا حسن؟ اهو بتسلى وريش حال فاضي، والفاضي يركب الترماي. هنا متراقب ولا حاجة؟ طبعا طبعا. ليه؟ انتوا مش مسكتوا اللي حرقوا المصنع؟ ايوه مسكناه. هما حرقوا المصنع ليه؟ الجرايد بتقول ان الحكاية دي ملهاش علاقة بالسياسة. حرقوه عشان يتعطل على الانتاج فترة، يكون واحد مستورد وزع المخزون اللي عنده من البلاستيك المستورد. طب انا ليه علاقة بالموضوع ده؟ المستورد ده طلع قريب ولا حاجة؟ ابدا ولا ليك بأي علاقة. امال سيادتك بتركب الترماي ورايا ليه؟ انا مواطن حر من حقي ان انا اركب الترماي. الدستور يكفل لذلك وكذلك القانون. القانون يعطيني الحريه. اسمع اسمع، انت قبل ما تتكلم على القانون لازم تعرف ان في حاجه اسمها قانون طوارئ، واحنا بنستخدمه في الحالات اللي زي دي. سيادتك عايز مني ايه بالظبط؟ مساء الخير. مساء الخير يا حبيبي. اسمع يا حسن، احنا اذا كنا هنصدق في الاحلام في قضايا امن الدوله يبقى مش بعيد ابدا نفتح المندل ونجيب واحده تقرا الفنجان.